تحية لكم برنامج علم السياسة، وهذا أحمد المسلماني يحييكم. السلام عليكم. مبادرة صفر جوع، الحرب والطعام، الجائحة، ثم حرب أوكرانيا، ثم مجاعة واسعة، ولكن نعرض اليوم طاقة أمل كبرى. فما هي القصة؟ 1. فيروس الجوع يتكاثر. ده كان عنوان تقرير لمنظمة أوكسفام الخيرية اللي مقرها لندن. عملت تقرير عن اللي حصل في عام كورونا. في عام كورونا الناس اللي ماتوا من الجوع أكتر بكتير من الناس اللي ماتوا من كورونا. في العالم العربي 420 مليون نسمة، طبقا للتقرير 70 مليون جائع، وحوالي 140 مليون اللي هم بيعانوا من انعدام الأمن الغذائي. كان الرقم قبل كده اللي هم بيعانوا من انعدام الأمن الغذائي 130 مليون، زادوا 10 مليون في كورونا. إذن نتيجة الجائحة، ورغم ضحايا الجائحة، إلا إنه ضحايا الجوع أكبر بكثير جدا من ضحايا الجائحة. وإذا كان فيروس كورونا بيتكاثر، ففيروس الجوع كان يتكاثر أكثر. 2. الجوع الجدد، اللي هم نتيجة حرب أوكرانيا. إذن في 3 موجات: ما قبل كورونا، ما بعد كورونا، ما بعد أوكرانيا. 3 موجات من الجوع. دلوقتي الجوع الجدد في أول 100 يوم فقط من الحرب، حسب الأمم المتحدة، حوالي 20 مليون جائع جديد. إذن نتكلم على طبقات متتالية من الجوع وانعدام الأمن الغذائي. 3. عام الكينوا. الكينوا ممكن ما يكونش اسم محصول مشهور في منطقتنا اللي مشهور القمح والشعير والذرة، لكن الكينوا محصول نشأ في منطقة الإنديز في أمريكا الجنوبية. وهذا المحصول يشبه القمح، بيتم طحنه وخبزه ويتم طبخه. والكينوا محصول مهم جدا في عالم اليوم. سنة 2013 الأمم المتحدة أعلنت هذا العام عام الكينوا، لأن الكينوا بالنسبة للأمم المتحدة الخلاص من الجوع، الغذاء الذي يمكن أن يسد حاجة العالم، بالذات في ظل التغير المناخي الكينوا قد تكون هي الحل. 4. أم الحبوب. المصطلح ده أم الحبوب يطلقه البعض على الكينوا لأنه محصول مهم ورئيسي جدا. في أمريكا الجنوبية كان معظم الناس عايشة على الكينوا بشكل رئيسي لغاية ما جاء الاستعمار الأسباني. الأسبان أول ما راحوا لقوا فيه شجاعة وفي قوة بدنية في مواجهة الاستعمار. بحثوا الموضوع، توصلوا طبقا لتقديرهم إنه الكينوا هي اللي وراء القوة البدنية للمقاتلين، زي مشروب الطاقة ده غذاء الطاقة، فلابد من إيقافه. فمنعوا زراعة الكينوا وعملوا عقوبات كبيرة جدا للي يزرع كينوا أو يتناول الكينوا. لكن بعد شوية رجعت الكينوا من جديد. دلوقتي باحثين بيقولوا إنه الغذاء الرئيسي لرواد الفضاء متاخد من الكينوا، وإن أحد المعمرين في بوليفيا كان 123 سنة لما عملوا معه حوار قال إن الكينوا كانت مصدر غذائه معظم حياته. ده مش معناه إن الكينوا يعني هي الأكلة السحرية اللي تمد العمر والطاقة والكلام ده كله، إنما هي أكلة مهمة أو غذاء مهم موازي للقمح أو بديل للقمح. وإن نجاح هذا النبات أو هذا المحصول أو هذه الحبوب لقرون طويلة جدا في أمريكا الجنوبية يمكن أن يمثل حلا في قرون قادمة في باقي العالم. 5. مبادرة صفر جوع. لولا دا سيلفا رئيس البرازيل طرح هذه المبادرة من زمان، سماها صفر جوع في البرازيل، ونجح. وصل بعد سنوات إلى صفر جوع في البرازيل. بعد 10 سنين من 2003 لولا دا سيلفا طرح هذا الأمر، 2013 بان كي مون أمين عام الأمم المتحدة في ذلك الوقت طرح مرة أخرى مبادرة صفر جوع. هذه المبادرة بالأساس كما طرحتها الأمم المتحدة تعتمد على غذاء الكينوا. ليه؟ لأن الكينوا تزرع في أي مكان، في السهول، في الهضاب،
مستوى سطح البحر لغاية 4000 متر فوق البحر، في منطقة مملحة يعني فيها درجة ملوحة عالية، في منطقة فيها حرارة مرتفعة، لكن المفروض ما تزيدش الحرارة عن 38 درجة. لكن المحصول نفسه بيقعد في الأرض قد إيه؟ 3 4 شهور. فأكيد معظم البلاد ممكن تلاقي 3 4 شهور أو 5 شهور ما فيهاش درجة حرارة تصل إلى 38، وأيا كان مستوى الأرض مرتفعة منخفضة وحتى درجة الملوحة وغيره. إذن الكينوا يعني نبات مذهل ومتكيف مع بيئات كثيرة جدا، لذلك تراه الأمم المتحدة أنه الحل. 6، ثورة زراعية جديدة. برنامج الغذاء العالمي بيقول إن محصول الكينوا يقدر يسد حاجة الغذاء في كل العالم، وإن احنا فعلا نصل إلى صفر جوع إذا تم نجاح هذه المبادرة. في مركز البحوث الزراعية في مصر، دكتور أحمد سعيد مصطفى كامل، دكتور عمرو شمس، دكتور عبد الحفيظ أحمد زهدي، طبقا لتحقيق مطول في صحيفة الأهرام قبل سنوات، عملوا دراسة وقالوا إن الكينوا قد تكون هي الحل في مصر، وإنها بديل استيراد القمح بالضخامة اللي احنا بنستورد بها هذا القمح. وهذه الدراسات العلمية موجودة في مركز البحوث الزراعية، ودراسات أخرى في مركز القومي للبحوث، ودراسات أخرى في كليات الزراعة، وبالتالي من المناسب جدا أن ندرس الأمر. إذا قلنا ماذا يجب الآن؟ نمرة 1، إن هؤلاء الباحثين اللي الأهرام نشرت كلامهم عن الكينوا وإمكانية زراعته في مصر، لازم نشوف وصلوا لإيه. نمرة 2، إن علماء الزراعة المصريين وباحثين كتير مصريين من درسوا هذا الموضوع، لازم نعمل ورش عمل أو مؤتمر لهذا الأمر. نمرة 3، بوليفيا هي رقم 1 في العالم في إنتاج الكينوا، وبوليفيا بتحتفل كل سنة في الحصاد باحتفالات ضخمة جدا حصاد الكينوا. من المهم إرسال وفود علمية زراعية إلى بوليفيا وإلى دول أمريكا الجنوبية علشان يدرسوا الموضوع. النقطة التالية، في دول في إفريقيا وأسيا وأمريكا بدأوا يشتغلوا على هذا الموضوع، أمريكا الشمالية، القارة الإفريقية، القارة الآسيوية، أوروبا، يعني كل قارات العالم تقريبا. يبقى لازم نشوف الدول التي نجحت في نقل هذا المحصول أو هذا النبات من جبال الإنديز وأمريكا الجنوبية إلى قارات العالم المختلفة، إيه اللي حصل في إفريقيا أو أوروبا أو آسيا أو أمريكا الشمالية، ودي بيئات مختلفة وأجواء مختلفة. الموضوع لازم يؤخذ على محمل الجد، لأنه مستوى المجاعة في العالم نتيجة كمان التغير المناخي، حتى لو إنه حرب أوكرانيا وضعت أو ظهرها التغير المناخي نفسه مؤثر جدا. ففي كل الأحوال ولكل الأسباب يجب أن نبحث علميا نقل وزراعة نبات الكينوا في مصر وفي العالم العربي، حيث يوجد في العالم العربي طبقا للتصنيف الأممي 70 مليون شخص يواجهون الجوع، وقد يزيد العدد مستقبلا. حفظ الله مصر وليحفظ الله العالم العربي وعالمنا، وإلى حلقة جديدة من برنامج علم السياسة.